واش الخوت كيداير بخير؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، بلاصه جديده. كيف كنوعدكم دائما كنشارك معكم البلايص الجديد زوينين وبين بقايا. مشيو اليوم مع العائله، مع الاصدقاء، خصوصا مع الوالدين. هاد البلاصه هادي زوينه بزاف، غير نتكاثروا معكم. غادي نمشيو لقنيطره المهديه بالطب. بالنسبه للناس اللي بغا ياكل الحوت، اللي بغا يدوز وقيته زوينه، بغا نشارك معكم هاد البلاصه، عجبتني غير نتقاسم معكم. حتى البلاصه نقيه، يعني فيها بزاف السناك اللي تيديروا الحوت، يعني البلاصه زوينه بزاف. ما نطولش عليكم، نخليكم تفرجوا في الفيديو وتستمتعوا معايا في هاد الفيديو. قبل ما نختم معكم هاد الجوله القصيره ديال مهدية، اي واحد دخل القناه مروان فلوق باقي جديد، ما ديرش اشتراك، يدير اشتراك، وما ينساش التفاعل معنا في لايك وفي كومونتير، وتعطيونا الراي ديالكم على هاد البلاصه كيف جاتكم. ما نطولش عليكم، بقاو معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخير، حيت هاد البلاصه هادي غادي تعجبكم بزاف وزوينه وقويه، يعني غادي تجيو تلقاو فيها الراحه ديالكم. حتى الفلاج ديال مهدية حتى هو زوين. بقاو معايا تبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، وما تبخلوش علينا بلي لايك، ما تسخرموش معنا الخوت. كيف كتشوفوا معايا خوتي الحجاج، هذا هو البلا، بغيت نشاركو معاكم ونتقاسمو معاكم وتشوفوه معايا. بالنسبة للثمن ديالو 80 درهم، 80 درهم يعني داخلة فيها بلا ديال الحوت كيف كتشوفوا معايا، وكيعطيو معاه واحد سلاد، يعني سلاد ماروكاني، وكيعطيو معاه يعني شرمولة، زيتون، يعني شوية ديال خيزو، يعني وكيعطيو معاه واحد ديسير، يعني أنا نشاركو معاكم يعني بكل هذا كيشاركو معاه، يعني داخلة في 80 درهم، يعني هذا هو البلا اللي بغيت نشاركو معاكم، يعني بلاصة زوينة، يعني تقدروا تجيو ليها وترتاحوا فيها، يعني اللي بغى ياكل الحوت يجي لهاد البلاصة هادي ديال مهدية. بصراحة زوينة، وبغيت نشارك مع خوتي العزاز. ليزامي خوتي العزاز، بغيت نشارك معكم هاد البلاصة باش تكونوا عارفينها من قبل، إلا كنتو أول مرة غادي تجيو لمهدية. قريبة بزاف البلاج ديال مهدية. هاد البلاصة هادي معروفة بلي سناك مختصين بالحوت، يعني الا بغيتو تجيو ليها غادي تاكلو الحوت، يعني مازال طري، بلاصه زوينه نقيه، غادي يعجبكم الحال بزاف. قبل ما نختم معكم هذا الفيديو الخوت، بغيت نشارك معكم هاد البلاصة. بالنسبة للناس اللي تيجيو زوار من ديال القنيطرة ولا الرباط والنواحي ديالها، بغيتو تجيو تبحرو، يعني كاين بلاصة زوين، وفي نفس الوقت بغيتو تغداو، كاين بلاصة مختص بالحوت، غادي تجيو غادي تاكلو فيها وغادي يعجبكم الحال، حيت البلاصة نقية بزاف ونفس الوقت زوينة. أنا شخصيا أول مرة كنجي لهاد البلاصة عجبتني، بغيت ندير فيها فيديو ونشاركها معكم، ونشاركها مع اي واحد كيتبع قناه مروان فلوق من داخل المغرب وخارج المغرب، من طنجة حتى الكويرة، وما نساوش الجاليه المغربيه اللي كتبعنا. مرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بالجميع. خوت تهلاو ليا في راسكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في بلاصه جديده، في كيف كنوعدكم دائما تقدم لكم جديد، وما تنساوش تخليوا لنا التعليق والاراء ديالكم على البلاصه كيف جاتكم. اخوت تهلاو ليا فراسكم، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد.